احنا دابا كنتواجدو في دوار لوطا. هذا هو الدوار اللي زوين اللي ديما كنهربو ليه باش نتسنتو لعظامنا ونصورو لكم شي مناظر زوينه، مشيشات، كلاب، حمير، بقر، فراخ الى اخره. كنمتعوكم بالمناظر الزوينه من هذه البلاصه. هذه الدوار عشنا فيه سنين من عمرنا هانين، الناس كلشي متحابين مع بعضياتهم، قليل فين كتسمع شي مشاكل ولا شي مضاربه ولا يعني. من تقريبا من بدايه السبعينيات كانت هاد الارض كلها خضراء، قمطيشه، بطاطا، في الصيف كتلقى البحير. يعني كانت منطقه يضرب بها المثل من جهه شحال ديال الناس اللي مهمين باخلاقهم بحبهم لهاد البلاد. لكن مؤخرا بدينا كنشوفوا ان الامر بدا كيرجع مارشارير بواحد الصوره مهوله. ولات الاوساخ والقادورات في جميع البلايص، فين ما درتي تلقى النفايات مليوحه، في الواد، جنب الطريق الى اخره. جو زينات ديال الزفت تحطو يعني شوهوا المعالم ديال المنطقة. جات لطورود كملت الباقية، قسمت البلاد. اللي كان ساكن هرب، باعو هرب، مشى لشي قنت خر. جاو الناس من دار بدا شراو المناطق اللي كانت فلاحية، شراو من حقهم يشتريو حتى هما، باغين يهربوا من الصداع. ماشي ضد البيع، لكن ضد الخراب وضد الافساد ديال هذه المنطقه. ومؤخرا سمعنا بانه يعني اخبار مؤكده وما فيهاش مجال للشك ان بيسري ديال الشراب ديال بيع الخمور غادي تدار في هذه المنطقه. ما غاديش نحدد لكم المنطقه لان ما تهمنيش، المهم في هذه البلاصه اللي احنا فيها. حيت احنا ما عندنا حرب مع شخص معين، ما عندناش شي خصومه مع شي شخص معين، اولا حسدنا داك الشخص اللي كرا اولا شي حاجه. انا من حق كل واحد يدير اللي بغى، لكن ملي كيوصل الامر ان داك الشيء اللي غادي دار غادي يسبب مضره كبيره لينا حنا كسكان، ماشي غير لينا حنا كسكان، حتى المدينه اللي هي بيرجيد غادي تتأدى من هذا من هذا البيسري ديال الخمر اللي غادي يولي هنا. غادي يولي اللي بغى يسكر ولا اللي بغى يقلب على الدوخه غادي يجي لوطا، غادي يقول لي فين غادي، غادي نمشي لوطا ندوخ حدا بالطاح. راه كاين واحد البيسري تما، شي ناس غيتلفوا غيسحبوا واش بالطاح هو اللي كيبيعوا. او كيفاش هاد السيد هذا كان تيعطينا النصائح وداكشي ولا دابا كيبيع الشراب؟ كيفاش؟ لا سيدي راه ماشي هو، راه غير حداه. المهم حداه ولا ماشي حداه، المهم راه تا هو مسؤول، تا هو راه خلاه يدار تما. علاش يخليه يدار تما؟ علاش خلاه داك البيسري يدار تما؟ هما ما عارفينش بلي ان راه القضيه راه ما بقاتش في الاختيار، ولا داك الشيء ولا مفروض يحطوا لك بيسري، يحطوا لك زفت، يحطوا لك اي حاجه ما عندهم سوق، يدمروك ويهجروك من البلاد ويخليوك تضيع ما تعرف فين تمشي. يعني دابا حنا كنهربوا من المدينه وكنجيو هنا باش نتصنتوا لعظامنا ونفرحوا مع جيراننا. دابا غنوليو خصنا كل واحد فينا خصو يدير في تحت منو جنوي ولا يدير فردي باش يحمي راسو. لان ملي غادي يولي هاد البيسري اش غيولي طرا؟ غيولي اللي بغى يتخزن على دارهم غادي يجي للبيسري هنا ويتقدى داكشي اللي بغى ويجي حدا دارنا حنا ويجلس يسكر ليا تما. وملي يخرجوا بناتي ولا بنات جيران ولا شي حاجه يتعرض لهم تما، يغتصبهم ولا الله اعلم اش غادي يطرا. بغض النظر على الا كانت عنده شي طوموبيله ولا شي موطور، راك عرفتي الرالي اللي غادي يولي عندنا هنا، شي جاري على شي. وانتم كتعرفوا بلي ان الخمر هي ام الخبائث، وحنا دابا غنوليو حنا اخبث دوار هو دوار لوطا، ام الدواوير هو دوار لوطا، خيبه التعاويد. حنا اللي كنا ديما كنهربوا وكنجيو ننقلوا لكم اللايف من هنا ونوريكم الحيوانات الأليفة الزوينة والفريخات والسبولة، غنوليو ننقلو لكم أفلام الرعب.
افلام الرعب غادي نوليو غانتم غادي يبان ليا جوج مطايفين مالهم ضاربين على قرعه. يلا هذا الشيء اللي بقى خاصنا، هذه هي التنميه اللي بغاو يجيبوا لنا للدوار، التنميه اللي كنا كنتسناو تجينا للدوار. الدوار غايس في الهم والفقر والمرض والسرطانات وجميع البلاوي، يعني اش خاصو؟ خاصو بيسري ديال الشراب، صافي هادشي اللي بقى خاصو، كمل كلشي، خاصو غير بيسري. انا ما تنحملش ندير لايف من هاد النوع، لكن ما نقدرش نسكت لان قلبي فيه 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 واحد القنبولة، بغيت تتفجر، بغيت تنفجر، بغيت تخرج، لان هادشي ما نقدرش نسكت عليه، ما نقدرش نسكت عليه، واخا يكون هو اخر معركة نفوتها في حياتي، لان هذا منكر، منكر ما يقبلوش الله سبحانه وتعالى، وما يقبلوش ما حتى في العالم اللي ماشي اسلامي ما يقبلش هذا المنكر. لان اشني اش غادي اش من فايده غيجيب لي انا بيسري، وانتم عارفين بلي ان الخمور في القانون المغربي تباع لغير المسلم، في القانون دايرينها تباع لغير المسلم. دابا ما عرفناش حنا واش دابا حنا الا كنا حنا يعني الدار فلوطة، حنا ما عندناش هنا نصارى، يعني ما عندناش الناس اللي يعني السياحه، ما عندناش السياحه هنا والو، ما كاين حتى حاجه هنا اللي اللي تخلي هاد البيسري الدار. يعني شكون هادو اللي غادي يجيو يتقداو؟ غادي يجيو يتقداو الناس ديال الدوار، ايوا الناس ديال الدوار راهم مسلمين ماشي غير مسلمين. وكيفاش يعني؟ يعني هنا واش هما كيتحايلوا علينا كيقولنا زعما حنا راه كل واحد حر في نفسه، يكون مسلم ملي يكون في الجامع وملي يخرج للبار يبدل دينه ويولي كافر ويشرب مع راسو؟ ما عرفت، راه شي ما عرفتش انا هاد البلاد عندنا وهاد الدولة عندنا واش كتخمم لينا ولا ما كتخممش لينا. راه الا بغات المصلحة راه خصها تشوف المصلحة العامة، ماشي مصلحة داك الشخص اللي غايجي يدير البار ويدي الفلوس ويجيد ويسكر لينا وليداتنا ويسكر لينا حتى البنات راه غيوليو يسكروا ملي واحد غتمشي تاخذ قرعة شكون اللي شافها، ودوز واحد القنيطة وتضربها مع راسها وتدخل عند ما دايخة بلاصة ما طيب ليها المسمن طيب ليها الحريرة ولا طيب ليها شي حاجة أخرى إلا عرفت طيب بعدها. يعني هنا محاولة لإفسادنا بأي طريقة، راه ماشي معقول. حنا كنبغيو هاد البلاد، راه كنبغيوها، كنحماقوا على هاد البلاد هادي وكنموتوا عليها، وضربنا عليها الدار بسناننا وبكل شيء باش تبقى نقية، ولكن المفسدين ما نسمحوش لهم إلا يوم القيامة. واي انسان حاول يفسد هذه البلاد راه ما يسمحش ليه الله سبحانه وتعالى، ولو يمشي للحج 20 مليون مره، ماشي مره، مليون مره يمشي للحج، لان احنا اللي خصنا نسمحوا ليه، لانه ضرنا احنا ماشي ضر نفسه، ضرنا احنا، جاب الضر لينا احنا. مثلا واحد لا سكر راسو يمشي يستغفر الله يتوب عليه، ولكن واحد جاب لينا احنا بيسري حطوا لينا هنا باش حنا نضروا به، اللي ما كانش كيسكر غيولي كيسكر، واللي كان كيسكر غادي يزيد يسكر، يعني كلشي يولي سكران. وانتم عارفين شنو كيتباع السكره، كيتباع المضاربه، كيتباع الدعاره، كيتباع المخدرات اخرى، كيتباع القتل، كيتباع يعني جميع انواع المفاسد غادي تولي هنا. غير اللي بغيتي، غير اللي بغيتي، شي كيسولني على مسؤول المنطقه، راه المشكل دابا راه اللي مشيتي عنده كيقول لك حنا راه ماشي حنا، راه داكشي جا من الفوق، ما عرفتش هاد الفوق من فين كاين، ما فهمتش انا لحد الساعه ما فهمتش شنو كاين، واش من الفوق يعني كيفاش من الفوق؟ يعني هاد السيد اللي خدا لاغريمون باش يبيع الشراب ويجي اللوطه ويحط فيه، واش ما فكرش بلي ان الدوار هنا راه عنده قيم واخلاق والناس متدينين والناس يعني اللي بغى يسكر راه يمشي للبار ويشرب مع راسو، ماشي ما حنا ماشي ضد حريه كل واحد، كل واحد حر في نفسه، ولكن ملي غيولي واحد يتقدى قرعه ولا جوج ويجيبها ويجي ورا هاد البلاصه هادي، هاد السيد هذا هرب من كازا باش يتنطلع دامو وجا شرف هاد الارض، وحنا كيشرفنا تتشرفنا الجره من هاد النوع ديال الناس النقيين. غادي يولي واحد يجي يجلس لي هنا يضرب لي القرعات في الليل ويجي عربط لي عند الباب لهيه، الا خرجت مرتو تلقى ليها ولا خرجت بنتو تلقى ليها، هادشي اللي كاين. الاخر تا هو اللي قدامنا مسكين، ها هو تا هو جا شرا من تما، حنا كيفرحونا هاد الجيران اللي جاو، الناس نقيين، الناس نقيين في افكارهم ولا هاد الناس؟ ما فهمتش انا زعما واش هاد الناس كيفكروا ولا ما تيفكروش. انا بغيت غير شي حد اللي ينورني ويقول لي واش انا غلط، انا ما عرفتش دابا الغلط واش فيا انا اللي كندوي دابا،
ولا نيت هذا الشيء غلط، راه دخت حيت ما يمكنش هاد الناس اللي يكونوا رخصوا لهاد مول البيستري شي يجي هنا يكونوا زعما ما فاهمينش وما عندهمش اخلاق. راه حنا راه حنا زعما راه حنا في حكومه اسلاميه، يعني تخيل ما عمره ما طرا هاد الشيء اتجاه الحكومه الاسلاميه. هاد الشيء راه ما بغ... راه دخت انا ما انا ما بقيتش. واش عندنا حنا انفصام؟ انفصام في الدين، انفصام في الشخصيه، انفصام في السياسه، انفصام في كل حاجه. داك الشيء اللي كيتقال ماشي هو اللي كيدار. ايوا الا كانت السلطات كدير هذا الشيء عنوه، اذا نقول لكم من هنا بلي انا اقسم بالله العلي العظيم الا الفتنه او اللي باغي يزعزع الامن ديال البلاد ماشي هما المواطنين. انا دابا تاكد ليا بلي ان المواطنين ابرياء، ودوك اللي تشدوا في الحبس ابرياء ماشي هما اللي باغيين يزعزعوا امن البلد. بالعكس حنا كنبغيو بلادنا وكنبغيو ملكنا وكنبغيو كاع الناس اللي باغيين الخير للبلاد، ماشي ضد شي واحد. حنا بغينا غير نعيشوا عيشه ديال مواطن عادي، مواطن عادي غير يتهنى وياكل ويشرب ويخدم صافي، هادشي اللي باغي ويتهنى. ما يجيش الفساد يجي حتى الباب دارو، ما يجيش الاجرام حتى الباب دارو. حنا هربنا من المدينه وسكننا 3 كيلومتر باش الوالد الله يرحمه ملي شرا الارض قال لك انا ما كنبغيش المدينه، باغي نهرب للعروبيه باش نربي ولادي في صمت. واذا ماشي يعني بيسري، بيسري ما كاينش في المدينه، بيسري هذا البيسري ما كاينش في بير جديد. كون كان في بير جديد مازال جات معاه. تخيلوا يجيبوا بيسري اللي المفروض اللي هو خصو يكون في مدار في بلاصه حضاريه، يجيو التوريست يجيو سميتو جابوه حتى لحدانا حنا. شكون هذا اللي غادي يجي دابا يجي يتقدم هنا؟ غايجيو الناس ديال بيرجيد هما اللي غايجيو يتقداو هنا صافي، والناس ديال الدوار هما اللي غايتقداو. ما تقولش لي راه غايجي واحد جاي من لوطوروت غايطلع غايطلع حتى يقول له يلاه ندوزو عند عند دار بطاح نتقداو الشراب. ما يمكنش، لان دابا البيسري غيولي معروف في المنطقه كلها. اللي بغى يدوخ يقول لهم سيروا عند بطاح، سيروا راه تما كاين واحد البيستري تما، سكروا تما وتجمعوا مع راسكم وقصروا ودقوا عليا ربما راه يعطيكم القطعه، او لا دخلوا كاع عنده كملوا عنده الهيه في الدار ماشي مشكل. الدنيا هانيه، ملي خلى البيستري قاعد يدار حدا راه يقدر يدخلكم حتى لداخل، وقضيوا الغراض وخرجوا. راه هي هادي، راه ما يمكنش نسكت. راه واخا يبقى فيا عرق واحد ما نقدرش نسكت على هذا المنكر اللي غادي يوقع. ونتمنى نكون غلط ويكون هذاك البيسي العادي ديال المنظمه ما يكونش ديال الشراب. الا كان ديال شي حاجه اخرى من غير ديال الشراب انا سيدي نجي نطبل ونغيط ونصور وندير لي الاشهار ونساعد، ماشي مشكل. كي درنا الاشهار بزاف ديال الحوايج ووقفنا مع الناس جنبهم الحاجه اللي فيها الخير كنجيو كنجريو وكنفرحوا ليها. حنا ماشي حسدنا شي حد، اللي عنده الله يزيدو واللي ما عندوش الله يوجد ليه. حنا ماشي ضد شخص معين، ما نقدرش نذكر انا الاسماء، انا كنعم كنهضر عامه. حنا كنبغيو بعضياتنا وكنبغيو دوارنا وكنعشقوا ناسنا. ربما بعض الناس في الدوار يكون عاجبهم الحال باغين هذا البار الدار، وكاينين ماشي ما كاينينش، انا عارفهم كاينين باغين هذا البيسري الدار، حيت كاين اللي كيتمحن كيمشي يقلب عليه ماشي قنتخور ماشي نوار ولا الله اعلم من كيجيبو باش كيقضي الغراض. دابا قضيه سهلت عنده وكل شيء جات لحداه، تقريب الدوخه من المواطنين. تقريب الدوخه من المواطنين، هذه زوينه والله الا زوينه. تقريب الدوخه علاش بنادم يمشي يقلب عليها في بلاصه اخرى؟ هي ولات حداه. صيفط الطاكسي وقول لي الله يرحم لك الوالدين حدا بطاح تما، ولا عند بطاح، ولا البيسري ديال بطاح، ولا راه كيبيع الشراب تما عافاكم، جيب لي معاك واحد الكوربة ديال الهينيكن ولا ديال ما عرفت سميت بوم الروج ولا راه بزاف ديال الانواع راه موجود. الخير ها الويسكي ها الماحية ها كلشي غيولي يتباع تما، وربما كاع يديرو بلاصة ديال التصنيع تما، تصنيع محلي. يوليو الناس هنا يزرعوا العنب ويديروا شي وزين هنا يوليو يعصروا مزيان، تا هادي راه تنمية زوينة. بعدا كون غير داروا هادي بعدا يخدموا بعدا على الناس، يخدموا الناس في العنب ويعصروا ويبيعوا ماشي مشكل. ياك شراب شراب ويديروا بعد عاد القضيه هذه، حنا معاهم اسيدي. يلا عاد ديروا لنا سيدي واحد الفيرمه هنا ديال العنب، ودخلوا واحد 2000 ولا 3000 عامل ولا عامله، بعدا يتنفعوا بهم
تنفعوا بعدا مساكن. وديك الساعه حنا نصبروا سيدي على هذه الكارثه، ماشي مشكله سيدي. اللي بغى يجري سينا عيجري، حنا مجريسين اصلا، حنا ديما مجريسين، مجريسين ماديا ومعنويا، ومجريسين في جلدنا، ومجريسين في كل شيء. راه انا ما عمرني فكرت شي نهار نهدر مباشر بهذه الحرقه وبهذا الالم. كنت ديما كنقول الصوره في صمت، وكنبغي نوصل لكم شي حوايج من خلال الصوره فقط. وكنبغي نصور اي حاجه زوينه، عمرني ما صورت شي حاجه خايبه، عمرني مشيت صورت شي حاجه مشوهه ودرتها في اللايف. ديما كنصور اما الفروسيه، اما النعاج، اما الغنم، اما الطبيعه، لكن ما قدرتش. انا جيت اليوم للوطا بغيت نفش هاد الشيء اللي في قلبي. حنا دابا راه حنا دابا درنا عرائد فيها مجموعه ديال الناس ديال الدوار من جميع النواحي ديال الدواوير اللي دايرين بينا، وهاد الدوار بالذات. وغادي نديروا الجهد ديالنا باش نوصلوا الاحتجاج ديالنا للمسؤولين بطريقه سلميه ما فيها لا صداع ولا شي حاجه. ومن حقنا ما يجيش شي واحد يقول لي لا ما خصكش دير هكا، عندك يشدوك. يشدوني اولا؟ علاش غيشدوني؟ حنت قلت اللهم ان هذا منكر ولا كيفاش؟ هي اجي وشد. حنا ما حنا ما اتهمنا حد، ما سبينا حد، ما عيرنا حد، ما خرجناش على جاده الصواب. حنا كندافعوا على حق من حقوقنا في الحياه في هذا الوطن اللي هو حنا كننتميو ليه، والبلاد اللي كبرنا فيها وتربينا فيها مع بعضياتنا. اذا حنا كندافعوا عليها. الا ما استطعناش ندافعوا على دوارنا، كيفاش غندافعوا على بلادنا كامله؟ الا جاء عدو مثلا، البلاد كامله مثلا الا جاء واحد العدو ودخل عليها، والجيش ديالنا مسكين ما فيدوش. واخا راه عندنا تبارك الله جيش قوي، لكن ما في حالة كاع الا كان هذا الجيش خفيتو غيكون جيوش اخرى تكالبت عليه من جميع انحاء العالم ودخلت عليه. واش غادي كلنا نسكتوا؟ ما غنوضوش نتحاربوا على هذه الارض، هذه البلاد، هذا الوطن؟ كلنا غنوضوا، اخر واحد فينا اللي ما قادش ينوض غادي 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 يحاول ينوض. اذا الا ما قدرتش انا ندافع على دواري وداري ونتكلم على حرمه بيتي، غنتكلم على حرمه بلادي. هذا راه قمه الذل، قمه المهانه، قمه الاحتقار، انك انت ما تقدرش تهضر على حق من ابسط حقوقك لانك خايف من الحبس، وانت راك عايش فيه اصلا. الحبس راك فيه، راك محبوس، حابس راسك في الخوف، حابس راسك في القهر، حابس راسك وكتشوف غيرك كيجي من بلاد بعيده وكيتمتع بخيرات، كنت جالس كتفرج فيه وكتصفق ليه وكتضحك معاه وكتجلس معاه وكتعاونو حتى كيحلبك وكيزيد وكتبقى حتى حال فمك. هذا هو الحبس، هذا هو الحبس الحقيقي. اما الحبس ديال الجدران وديال القضبان الحديديه هذاك راه شرف لكل واحد قال كلمه حق ودافع على ارضه وعرضه وبلاده وما بغاش ينشر الفتنه. اللي خصهم يكونوا في الحبس هما هادو اللي رخصوا لهذا خينا، هما اللي خصهم يكونوا في الحبس. اللي ما يفكروش في مصلحه البلاد خصهم قبل ما يقولوا ليه اللي يعطيوه يعني الترخيص في هذه البلاصه، حنا عنده الحق ياخذ لاغريمون ديالو، ماشي شغلنا يعني ياخذها. حنا ماشي ضد انه ياخذ هذاك السيد لاغريمون الا كان هو اجنبي او لا براسو، حنا ما عارفش انا اصله بعدا هو منين، ما تيهمنيش يكون هو منين، كيما بغى يكون نوعه، مغربي، فرنسي، خا يكون من كامبودج، ماشي شغلي. اللي مهم انا هو لو جيست اللي دار، هو الفعل اللي تطرا، اللي هو انه يجيب حانه او لا يعني محل للبيع الخمور ويجيبو حتى لحدايا. حنا ماشي ضد هادشي، قلت لكم اللي خصو يتحاسب وخصو يدخل الحبس هو المفسد، هو اللي باغي يزرع الفتنه في البلاد، هو اللي كيهدد ملكيتنا وكيهدد استقرار بلادنا. حنت الى المواطن ما كانش راضي غينفجر، معلوم غينفجر، من حقه ينفجر ويبغى يقول شي حوايج اللي في قلبه باش يتصنتوا ليه. الا ما تصنتوش ليه غيولي مخرب، غيولي ارهابي، غيولي يعني راه كم من كيخرج الارهاب. الارهاب راه كيكون كينوض من بحالي انا، كنكون ساكت راضي بالواقع، واذا بهم يعني وصل ملي كيوصل السيل الزوبه ما كتبقاش تشوف، كتعمى، كتولي واحد اخر. ديك الظرافات كاع اللي فك كتنقلب، كتولي وحش.
وحش كيخرج من 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 القلب ديالك. إذن كما قال السي إبراهيم البوغيري قال لك لا فونت دي بواسون الكوليزي ا مسلمان ماروكان اي بونيزابل باغ لا لوا. لما تعاود زابور كالسي بوغيري راه هادشي علاش كنقول لهم واش حنا عندنا هنا نون مسلمان؟ راه ما عندناش لي نون مسلمان هنا، كلشي الحمد لله مسلمين. إذن لما جاب هادو جاب هادو باش هادوك المسلمين اللي باقي فيهم شويه ديال الايمان يخرجوهم من الاسلام ديالهم ويشربوا الشراب. اولا حتى جا مثلا بغا يشدوهم يقول لهم لا سيدي حنا ماشي مسلمين، حنا بغينا نسكروا واش حتى باش غنعرف انا هذاك مسلم ولا ماشي مسلم. هو غيقول لك انا مسلم ولا ماشي مسلم. اذن اي راه عندك الحق السي تيباري ما منه والو، حنا غير كنهضروا مع بعضياتنا، هاد الهضره كلها ما منها والو عرفت، كنهضروا كنهضروا بوحدنا مع بعضياتنا وكنفشوا على قلوبنا، واللي بغى يسمعنا يسمعنا، اللي ما بغاش يسمعنا ما يسمعناش. و بغينا نقولوا الراي ديالنا بكل حريه، داكشي اللي يعني من حق اللي عطى لنا الدستور اننا نتكلموا بكل حريه بدون ما نمسوا حتى شي حد، بدون ما نتهموا شي حد معين بالاسم. كنتكلموا على هادشي اللي درنا وفعلا علمنا بزاف، وما عرفناش فين غنمشيو فين غنصدو ولمن غنتجهوا. ملي كنقولوا هاد البيسري راه كذا كذا كيقول لك اودي شوف راه بلا ما تصدع راسك راه والو والله لا حيدوه من تما. يعني شنو خصنا؟ شكون اللي خصو يحيد؟ اذن حنا اللي خصنا نحيدو. يعني هاد الناس جاو يهجرونا من بلادنا، هي هادي راه هي هادي. الا ما قدوش يحيدوا البيسري يعني حنا نهاجروا. وتا دابا اللي شاف اللي بغى يهجر ماشي مشكل، نجي نبيعوا ليه حنا هاد الارض اللي ساكنين فيها وهاد الدار اللي ساكنين فيها ويعطينا البديل ونمشيو. والله سيدي تنمشيو يلا، الا كانت الامر بهذه الطريقه سيدي احلوا لنا الباب نمشيو نهاجروا. والله سيدي تنهاجروا ونخليكم ما نديروا لا صداع لا والو، لكن حنا حابسيننا برا وحابسيننا لداخل وحابسيننا في الدوار وحابسيننا في المدينه وحابسيننا في كل بلاصه. فين بغيتونا نمشيو؟ فين؟ يلا وريوني فين بغينا نمشيو، فين بغيتونا نمشيو؟ غير وريونا فين نمشيو ونمشيو، عطونا البديل نمشيو. ملي خصو لهاد السيد هذا جاب البيس لحدانا قلبوا لينا حتى حنا على حل. قلنا ودي شوف هاد السيد راه لا بدا، هاد السيد راه عنده ركيزه قويه راه ما يمكنش نحيدو من تما. حنا غنعطيوك تحيد منا، حنا غنعطيوك في دوار كواكا ولا في دوار حتى الكواكا راه غيوصلهم حق الحر. متى تدور هنا ما غيفلت بعدا، كاع الدواور كلهم غيتكبوا هنا وغادي يولي كيشرب بنادم من تما كيتمجا شويه بعقله شويه بعقله كيوصل لهنا كيسكر مزيان كيوصل للدوار كواكا كيعربط كيجريس عباد الله تما يكمل ثاني لولاد داود ايوا غادي كاع الدواور يطلع ثاني. المهم السكره غدور وصافي هادشي اللي كاين. اش خصك العريان؟ ها بيسري يا مولاتي، بيسري هو اللي خاصنا. وي مسيو شريف سي كريم وي il faut faire une pétition signée par les habitants et il faut la déposer العمالة. Normalement elles peuvent pas imposer si les habitants sont pas d'accord mais il y a une imposition monsieur شريف. كاينه حنا راه دابا درنا لا بيتيسيون، داكشي راه كنحسي مسي ما عرفناش امتى الناس ترخص ليهم هادشي. وحنا دابا راه حنا درنا اللوائح راه وقعناهم تقريبا غتكون فيها شي 200 واحد وزياده، وغادي ثلاث ان شاء الله غادي نمشيو للعماله وغنديبوزيو لا بيتيسيون ديالنا تما مع لا بلانت. هادشي اللي كاين سي الشريف. سي محمد الادريسي انا مازال كنتسناك اخويا توصل، غتلقاني في حدا الدار ديالنا اللي هي طريق سميتها هذيك شركة واد الذهب.
وي سي سعيد وبالعوش فعلا حنا خويا راه كنصوبوا، ماشي غير كنهضروا، حنا ماشي غير كنهضروا، حنا راه درنا العرائض، راه موجودين مصوبين مقادين، وخصنا غير ان شاء الله ثلاث، لان الاثنين عندي شي حوايج خصني نكملهم نيت بخصوص هذا الشيء، وثلاث ان شاء الله غنمشي انا والسي محوح محمد اللي هو اللي هو يعني هذا العضو ديال المنطقه، غادي نمشيو للعماله وبكل احترام وبكل تواضع غادي نحطوا هذيك العارضه، وحنا نتسناو الرد. كان شي رد ايجابي تبارك الله، ما كانش ايجابي راه غادي نشوفوا لجهات اعلى حتى يفكوا لنا هذا المشكل. حنا ما غنديروا لا صداع لا 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 حتى شي حاجه، ما غنوضوا لا قربله لا والو، حنا ماشي هنا باش نقربلوا الدنيا، حنا بالعكس حنا راه جينا باش نصلحوا البلاد، ماشي باش نفسدوها. حنا بغينا اللي شي يصلح البلاد، الشيء اللي جا يصلح البلاد وينميها ودير التنمية وداك الشيء، اقسم بالله العظيم حتى نطبلوا ليه ونغيطوا ليه ونصوروا ونوقفوا معاه ونصوروا معاه ونفرحوا ليه ونحبوا ليه على راسه. خص غير يجي بحسن نية. هاد الناس اللي جاو شراو هنا اللي كتشوفهم هما شراو لنا، زرعوا بلادهم بكل احترام، والله لك والله الا سعداء جدا بجورتهم، لانه من اط خلق الله، يعني ماشي داروا لنا لا تنميه ولا شي حاجه، غير المهم غير جاو سكنوا حدانا ونظفوا الدنيا وسكنوا في راحه وهناونا من صداع وداك الشيء. راه هاد اللي بغينا حنا، ما بغيناش شي حاجه كثيره، ما بغيناش بزاف، غير الا هنا انا بنادم راه مزيان، الا هنا انا بنادم راه مزيان. اما اللي جا باش يعكر الصفو ديال الحياه ديالنا، ما يمكنش نسكتو. راه الا سكتنا راه الله سبحانه وتعالى راه هو الوحيد اللي خصك تخاف منه. راه الا خفتي من شي حد اخر قل من الله سبحانه وتعالى، فراسك ماشي بنادم، راك عايش في قمه الذل والمهانه. قول كلمه الحق، غير ما تقدحش وما تسبش وما تعاش، قول حقك، قول الحق اللي قول كلمة الحق، بلا ما تعال، بلا ما تسب، بلا ما تقدح، بلا ما تقول شي كلمة خايبة، قول داك الشيء اللي في قلبك وبكل احترام وبكل تواضع فقط. ولكن باش تسكت وانت ساكت رغم عنك، كاين اللي قال لك لا انا حشمت، هاد الشيء كتحشم فيه ولا حشمتي في هادي؟ اش بقى؟ إلا حشمتي مثلا جابوا لك بيسر تاع حدا دارك وحشمتي، وملي غايجيبوا لك بيت الدعارة حتى هو غاتحشم، ايوا حشم، ايوا غيبقى يحشم، هو ما حشمش وانت تحشم، كيفاش هاد الحشمة؟ أنا ما فهمتش هاد الحشمة المقلوبة عندكم، أنتوما حشمتوا منه وهو ما حشمش منكم اللي جاي من ما عرف منين جاي، ما فهمتش أنا واش عندكم شي منطق ولا ما عندكمش. هاد راه شي وحدين قالوها ليا مباشرة، قالوا ليا حنا حشمنا، قلت لهم واش حشمتوا على أعراضكم ولا حشمتوا على أعراضه ولا حشمتوا على، ما فهمتش كيفاش هاد الحشمة عندكم. لا ما قدرناش حقا نهضروا حقا حشمنا. واخويا خليك تبقى حشمان في حوايجك، وغدا يوم القيامة ملي يسولك الله يقول لك علاش شنو علاش سكتي مني ما درتيش في هاد الشيء، تقول لي لا كنت حشمان من هاد الشيء، يقول لك يلاه دخل انت ويا لجهنم بجوج، كل واحد غيحشر الله مع اللي متفق هو وياه، كل واحد غادي يحشر الله مع اللي متفق هو وياه كما كان نوعه. كنتي مع واحد مزيان غتمشي معاه، كنتي مع واحد خايب غتمشي معاه، راه هادشي راه مفروغ منه. نتمنى يكون هذا السي محمد اللي جاي في الطوموبيله يمكن لا سي محسون، يمكن الجماعه ماشي هي المسؤوله على الترخيص ديال هذا المستودع، الله اعلم، ما عرفتش السي محمد هو اللي غيعطينا سميتو، انا في الحقيقه ما عرفتش شكون اللي مرخص لهذا السيد. السي محمد اهلا وسهلا، كي داير اخويا؟ لقيتيني اخويا سير كنطيب في هذه الشمس، وطبت انا قبل منك، واش غدير اخويا؟ اصبر، راه هنا فين خص يبانوا الرجال. سي ابراهيم راه كاين شي خدامين. السلام عليكم بعدا، والسلام على الاخوان كاملين ولاد المنطقه والناس اللي على خارجين على برا بعدا. على اين انا جيت باش نوضح لكم على اساس بان الجماعات الغديره لا علاقه لها بعدا بهذا الشيء، احنا ما فراسناش كممثل الساكنه كرئيس الجماعات الغديره ما فراسناش هذا الشيء، ولكن من يسولنا لقينا عنده ترخيص واش من العماله او من مدير ديال الامن الوطني، هذا هو اللي عندنا حنا اللي في راسنا دابا حاليا. ولكن دابا الحمد لله كاينين جمعيات خدامين على اساس باش عارف السي ابراهيم الحقيقه وعارف كل شيء، حنا منسقين معك باش نتصداو لهذ المصيبه وهذ الكارثه اللي طاحت عندنا هنايا.
تصور السي ابراهيم، انا حاط طلب 6 شهور وانا كنجري عليه باسم الجمعيه ديالي اللي هي جمعيه المسار جيل الثالث على اساس مدرسه. اذا به كنتفاجئوا بخماره. واش حنا خصنا خماره للمنطقه عباد الله؟ واش حنا خصنا خماره؟ والله ما عرفت منين نبدا السي ابراهيم، ما عرفتش على اين. راه السينات ورات راه كما سمعت قلتي راه جيه راه قريبه ل 200 واحد دابا حاليا كتسيني، وكاينين جمعيات راه جيه واحد 22 جمعيه كننسقوا معاها. ونهار الثلاثاء السي ابراهيم راه حنا غادي نمشيو ان شاء الله للعماله ونتكلوا على الله. وهذيك الساعه الا ما كان شي حاجه ايجابيه راه حنا غادي ان شاء الله ثاني ننظموا ثاني واحد المسيره قانونيه، نحطوا الاشعار ديالنا واحد 3 ايام قبل وندير واحد الوقفه احتجاجيه. هذا هو اخر كلام اللي عندي السي ابراهيم، هذا هو اللي كاين. وشكرا للجميع. اذا السي محمد اللي عندي راني قلتو، ونتمنى من عند الله سبحانه وتعالى هاد الناس المسؤولين اللي هما اللي فتحوا هذا الباب ديال جهنم، هذا الباب اللي فتحوا باب جهنم نقولها لك، لان ما عرفناش العواقب ديالو كيفاش غتكون. سواء الا ما حبسوش هاد المنكر هذا اللي جابوا لنا هنا، ما عرفناش شنو غادي يوقع من بعد، لان ملي غادي يبدا يروج هاد المنكر هنا راك ما يمكنش حتى بنهار يقدر ما تبقاش تقدر تدوز من هنا نهار مع العشيه بالليل. خلاص راه ما نهضروش بالليل، راه مستحيل تدوز. يعني غادي يعني كاع بعدا هذوك الناس دوك اللي في العشوائي اللي جاوا من مناطق بعيده وداك الشيء راه غتجيهم القضيه سهله، بالاخص ما غيكونوش معروفين في البلاد، غيديروا ما بغاو، غادي يجريسي وغادي المنبر. كنطلب من الرئيس جماعه الغديره يحط هذه في دوره، في نقطه دوره استثنائيه باش نصوتوا عليها بالرفض، كما صوتنا على هذيك السقايه اللي كان شافها السيد عامل، اللي كان وقع فيها مشكل، والسيد عامل شاف الوقفه احتجاجيه داز هو في 3 ايام درناها في دوره استثنائيه وصوتنا عليها والحمد لله كان خير. هذا هو اللي كنطلب من الرئيس سي ابراهيم العارف، دوز في دوره استثنائيه، دوز في نقطه هذه الايام في اقرب وقت ونصوتوا عليه بالرفض كمستشارين ديال جماعه الغدير. هذا هو اللي كاين، انا اللي كنقول وكنطلب من الرئيس الحالي ان شاء الله. ان شاء الله غادي يستجبل الطلب ديالك. هو يعني سي ابراهيم راه يعني راه ولد المنطقه وعارف الخير فين كاين وعارف المصلحه فين كاينه، وما نظنش غادي يدير شي حاجه ضد مصلحه البلاد. يعني الحمد لله الناس راه واعين بهذا الشيء وعارف الخطوره ديال هذا الشيء. يعني اغلب الناس كيستنكروا لهذا الشيء. حنا كنا كنتسناو في شي حاجه اللي زوينه، واذا بالعكس هو اللي كاين. اللهم ان هذا منكر، وباش نختموا هذا اللايف هذا، لانني في الحقيقه مازال ما فشيتش داك الشيء اللي في قلبي. الختام ديالو اللي عنده شي جمعيه في منطقه البير الجديد يجي يساهم معنا بالختم ديالو بالسيناتور ديالو، راه كافه من الهضره وكافه من المنشورات، احنا معاكم معاكم معاكم. حنا البارح كنا ندورو ما لقيناش شي واحد معنا، قليل شي 3 ولا 4 هما اللي يلاه بانوا. ولكن الله يخليكم، اللي عنده شي جمعيه في بير جديد في النواحي بير جديد يجي يحط الختم ديالو والسيناتور ديالو. الله يجازيكم بخير. شكرا سي محمد، والاخوان غادي نخليكم الى الملتقى في اقرب وقت ممكن، ونتمنى اللايف الجاي يكون مزيان وتكون فيه شي بشره خير للمنطقه. الى ان يريث الله الارض ومن عليها. ان شاء الله سي محمد، ان شاء الله، الله يحفظكم، ساعتكم مبروكه، والى اللقاء. باش تعرفوا راه انا اللي كنهضر ماشي شي حد اخر. ماشي راني كنت مخبي وجهي، كنت خايف ولا حشمان، غير وكان انا ماشي من الطبيعي باش نصور كمارتي ما فيها ما يتشاف، ما فيها ما يتشاف. لا 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 ما نهضر مع حتى شي حد، لا 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 داك الشيء قولها لي انت. لا في اللايف ما بغيت نجبد حتى شي واحد انا بسميتو، ما بغيت نخلق لا مضاربه لا حتى شي حاجه، باش حتى شي واحد ما يلقاش منين يدوز لينا حنا. والسلام عليكم ورحمه الله، الى اللقاء، فرصه مقبله ان شاء الله. Thank you.